كانت في أول مرة هي أن كان عندنا لو تيغان، عندنا لقاعة حدانا، وكان الناس يعني كيبغيو يحاولوا يستافدوا. مي راك عارف يعني تحت خاص يكون تحت أساسياسيون باش يلا يقد يخلق بزاف د الحوايج، باش يقد يلعب، باش يقد يدير بزاف د الحوايج. حنا من الأهداف ديالنا هو أننا نحاولوا نسهلوا داك الشيء ما بين قاعة، ما بين فوت، ما بين بزاف د الحوايج الأنشطة، نحاولوا نسهلوهم. يعني في ديك الوقيتة كان واحد الفراغ في هذا لو تيغان تما، فين حاولنا حنايا نخلقوا هذه الفكرة. والحمد لله كما كتشوف هو الفينال اليوم وداز كل شيء بسلام. يعني كان بزاف الحضور الحمد لله، وكان مساعدة يعني من بزاف ديال المؤسسات، كان عندنا مساعدة من طرف مسؤولين، من طرف سعادة القائد، يعني من مدير ديال القاعة، يعني كذلك سهلوا عنا هاد الأمور اللي قدينا ناخذهم حنايا بواحد الطريقة إيجابية، وخرجنا منهم بزاف الحوايج الحمد لله. يعني بالنسبه كيفاش لعبنا على هذه النقطه، يعني هذه من لي بوين فور كثر ما تكون واحد النقطه يعني سلبيه، خلاتنا يعني اننا نفكروا يعني ما حد كاين سبور، كورونا ما كايناش، حنا حاولنا نجريو عليها بطريقه اللي هي فيها يعني سبور. يعني تتحاول الانسان كما عارفين ان الا كان الانسان سبور وعنده الكور ديالو مزيان وعنده المناعه يعني ما غاتشد منه والو. حنا حاولنا نلعبوا هذه النقطه هذه، وحاولنا نزيدوا نخليو الانسان يعني يحارب ويدخل المناعه ديالو الجسد ديالو وما يحيد الخمول، حيت لك الانسان في واحد الخمول اتلعب عليه بالزربه. حنا حاولنا نخلقوا بليزاكتيفيتي ديالنا والانشطه ديالنا من الاسوسياسيون، وهذه الحمد لله بادره زوينه. وكنشكروا كذلك الاخ كمال الصحفي ديالنا الحمد لله والقناه ديالو، كنشكركم على هذه البادره هذه وعلى هذه النقطه اللي لعبتوا لنا عليها باش تخرجوا للوجود الحمد لله، باش كلشي يعرف ان من حقك انك دير سبور الرياضه من اجل محاربه كورونا ماشي الخمول الحمد لله. ان شاء الله يعني من كاينه هذه النقطه والحمد لله تمت كل شيء كما تيقولوا تمت المهمه بنجاح الحمد لله، غيكونوا عندنا ان شاء الله انشطه اخرين، ومنهم غنبداو بالبراعم كذلك. من الاهداف الاساسيه ديالنا هما براعم، تكوين مدرسه، يعني نخلقوا واحد الفريق الهوات من اجل الساكنه ديال حي السلام باش يستافدوا من هذا الشيء، ما نخليوش يعني واحد الفراغ فين بنادم يقدر يدير شي حاجه سلبيه، نحاولوا نخلقوا ديما واحد الحوايج باش بنادم يمشي في ايجابي. وان شاء الله من هنا القدام غيكونوا تغنوات ويكونوا يعني بزاف د الحوايج انشطه ان شاء الله كثار، وكل شيء ان شاء الله غيكون بالمساعده ديال الاطر ديالنا التقنيه وبزاف د الحوايج ان شاء الله. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.